مرحبا بكم. كثيرة هي المحاولات التي يسعى الأسد من خلالها للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليه، ولا سيما مع تواصل تدهور اقتصاده وسعي الدول لكبح تجارة الكبتاغون التي تدر عليه ملايين الدولارات من خلال وكلاء وميليشيات تعمل لصالحه هو وعائلته. هذا ما هو ظاهر وقديم، ولكن الجديد ما كشف عنه تحقيق أعده برنامج دراسة العقوبات في المنتدى السوري بالتشارك بين مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية ومركز عمران للدراسات الاستراتيجية عن وكالة طيران يونانية لها مكاتب في دمشق على صلة بتاجر المخدرات محمود عبد الإله الدج الوكيل الحصري لشركة أجنحة الشام. والحديث هنا عن تسيير رحلات جوية من دمشق إلى أوروبا عبر مكاتب في أثينا للشركة ذاتها. وفي هذا يحذر التحقيق من مخاطر وصول المخدرات إلى الدول الأوروبية عبر تلك الرحلات. فما خفايا هذه الشراكة؟ ومن هم القائمون على الوكالة اليونانية؟ وكيف يمكن لوكالة أوروبية أن تتعاون مع تاجر مخدرات معروف؟ تساؤلات نطرحها الليلة للنقاش مع الدكتور كرم شعار مدير البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية. مرحبا بك دكتور كرم. مرحبا، أهلا بك. سنشاهد معا هذا التقرير ونعود للنقاش. كثيرا ما يسعى نظام الأسد للخروج من حالة العزلة التي فرضت عليه من خلال الالتفاف على العقوبات والبحث عن صفقات تؤمن له مد خطوط تواصل مع شركات أو كيانات اقتصادية في الخارج، ولا سيما بعد التدهور الاقتصادي الذي تعيشه المناطق التي يسيطر عليها. وفي جديد هذه الصفقات ما كشف عنه تحقيق أعده برنامج دراسة العقوبات في المنتدى السوري بالتشارك بين مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية ومركز عمران للدراسات الاستراتيجية، خلص إلى أن وكالة سفر جديدة ومقرها اليونان لها مكاتب في دمشق ودبي أعلنت مؤخرا عن رحلات مباشرة من دمشق إلى الدول الأوروبية لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن، إلا أن المثير للتساؤل والتعجب هو ما كشف عنه التحقيق عن علاقة هذه الوكالة بمحمود عبد الإله الدج المحكوم عليه بالإعدام في ليبيا بتهمة تهريب المخدرات، وهو الوكيل الحصري لشركة أجنحة الشام للطيران المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية في ليبيا والمتهمة بغسيل الأموال ونقل الأسلحة لنظام الأسد. وفي وقت سابق من العام الجاري أعلنت شركة تدعى فريبيرد وهي جزء من مجموعة تجارية تسمى ديجي جروب عن تسيير رحلات بين دمشق والدول الأوروبية، ورغم أن التحقيق لم يشر إلى علاقة وثيقة بين هذه الشركة والوكالة اليونانية إلا أنه كشف عن أنها مملوكة لمحمود الدج. ونظرا لخلفية هذا الرجل فإن تسيير رحلات جوية تجارية من دمشق إلى أوروبا وليبيا يشكل مخاطر متعددة بحسب التحقيق الذي حذر من مواجهة خطر وصول المخدرات إلى أوروبا، ما يعني شق طريق نحو مصدر دخل جيد مشبوه لنظام الأسد. جدد الترحيب بك دكتور كرم، ونبدأ معك منذ بداية هذه الحكاية. كيف بدأت قصة شركة الطيران تلك، وما مدى ارتباطها أو متى بدأ ارتباطها بشركة أجنحة الشام؟ يعني منذ 6 أشهر تم الإعلان عن رحلات جديدة متجهة من دمشق إلى مدن أوروبية، وكان يعني الصدى بشكل عام في سوريا مرحب بهذه الأخبار. هذه كانت أول رحلات مباشرة من سوريا إلى أوروبا منذ ما يقارب العقد من الزمن، ويعني حينها لم يتم الحديث عن هوية هذه الشركة أو العاملين بها أو يعني ملكيتها، وهذا ما قمنا بالعمل عليه خلال الأشهر الماضية. حاولنا التحقق من ملكية هذه الشركة، ويعني بصراحة جميع المعلومات التي قمنا بذكرها في التقرير والتغطية التي نشرتها دير شبيغل جاءت من مصادر مفتوحة. يعني محمود عبد الإله دج محكوم عليه بالإعدام في ليبيا وفق قرار محكمة منشور مسبقا، هو ذات نفسه يعترف بأنه
المدير لمجموعة الدج التجارية التي من ضمنها شركة فريبيرد. وهنا يعني عدنا إلى ملكية هذه الشركة وشركة إير ميديترينيان التي تعمل معها بشكل حصري. كذلك كان يعني في غرفة التجارة اليونانية كانت بيانات هذه يعني الخطوط الجوية متاحة للعامة كذلك، وتبين أنها يعني ملك لأفراد من عائلة حلاق، فادي وأندرياس حلاق. ما دفعنا لي يعني القول بأن الشركتان مرتبطتان بشكل عضوي هو أن يعني شركة Air Mediterranean الخطوط الجوية لا يمكن حجز الطائرات حتى من موقعها. الطريقة الوحيدة لحجز طياراتها من سوريا هو من خلال وكالة السفريات لمحمود الدج، وهي موجودة في يعني دمشق في الحريقة وفي فيكتوريا، وموجودة أيضا في دبي. العلاقة بين الطرفين يعني قوية وعضوية، وهو ما دفعنا إلى نشر هذا التحقيق. إذن هذه هي النقطة التي أثارت حفيظتكم لتبدأوا بإعداد هذا التقرير والوصول إلى تلك المعلومات. كذلك الأمر المثير اليوم هو أن تكون هذه الرحلات مباشرة من دمشق إلى أوروبا وبالعكس. أنتم قلتم أن الطائرات تتجه إلى مطار أثينا ومن ثم تتحول إلى دول الاتحاد الأوروبي. كيف يكون سير هذه الرحلات؟ و ماذا أيضا عن الدول الأوروبية؟ يعني هل هي فعلا اليوم مغيبة عن وجهة هذه الطيارات أو البلد الذي أتت منه؟ يعني الرحلات من سوريا إلى أوروبا تبدأ من أثينا ومن ثم تستمر إلى مدن أخرى، بغالبيتها تتجه إلى دوسلدورف في ألمانيا وستوكهولم في السويد. هذه الرحلات المتجهة إلى أوروبا. هناك رحلات أخرى على نفس الخطوط تتجه إلى ليبيا، وهنا تذكرت أنني لم أجب على جزء من سؤالك السابق وهو موضوع أجنحة الشام. محمود عبد الإله الدج هو وكيل حصري لأجنحة الشام في ليبيا، وقام فيما بعد بالعمل مع شركة فري بيرد للسفريات وإير ميديترينيان لعمل الرحلات الإضافية إلى ليبيا وإطلاق رحلات جديدة إلى أوروبا. الآن يعني بخصوص سؤالك عن مدى معرفة الدول الأوروبية، هناك حالة من السلبية بالتعامل مع الملف السوري. الدول الأوروبية لا تكترث لما يجري بسوريا كما يجب، ولا تقوم يعني تعقب خلفيات الشركات العاملة بسوريا أو يعني أنظمة الجريمة أو شبكات تمويل النظام السوري. هي تسعى يعني بالضغط على النظام السوري بشكل سياسي، ولكن يعني الملف لم يعد أولوية لأي من الدول الغربية بما في ذلك الدول الأوروبية. ولكن بالمقابل في حال قامت مؤسسات مرموقة بنشر أبحاث تكشف تورط هذه يعني المؤسسات بمجال المخدرات أو تهريب بشر أو تهريب أسلحة أو تبييض أموال، نتوقع أن الدول الغربية ستقوم يعني بفرض عقوبات عليها قريبا وإيقاف هذه الرحلات إلى أوروبا. هو أصلا محمود عبد الإله الدج يبدو أنه من الأشخاص الجدلية ومفروض عليه عقوبات. سابقا أيضا ذكرتم أنه ظهر على تلفزيون النظام وكان متورط بقضايا أخرى لها علاقة بهذه المواضيع. وبالتالي أريد أن أعود لشخصية محمود الدج ومن معه من الأسماء المتورطين كما ذكرتم. ما هي العلاقة التي تربطهم بالنظام؟ هل هم فقط رجال أعمال مقربين يحمون أنفسهم بهذه الطريقة وبهذه الأموال؟ وكيف يستفيد النظام منهم ومن هذه الشخصية بالذات؟ يعني محمود الدج إلى الآن هو غير معاقب، كما ذكرت تماما هو شخصية جدلية للغاية. يعني ظهر في عام 2013 على التلفزيون السوري وأدلى باعترافات بأنه كمدير لشركة الطير للحوالات المالية قام بالعمل في هذا المجال بشكل غير قانوني بشكل غير مرخص، وأن شركة الطير للحوالات قامت بتمويل الإرهاب. لم نسمع أي شيء عن محمود عبد الإله الدج، وهو ليس من الأشخاص الفاعلين في يعني الحلقة المقربة من النظام السوري. لم نسمع عنه إلا منذ فترة قصيرة جدا،
يعني بعد أن تم ضبط شحنة مخدرات في ليبيا، ويعني اليونان من خلال الناقلة نوكا. يعني يبدو أن محمود عبد الإله الدج تحول إلى هذه الدرجة من الثراء يعني في سنوات قصيرة جدا، وفي ظل يعني هذا التدهور الاقتصادي المهول في سوريا، أعتقد أنه من المنطقي الافتراض أنه يعمل في مجال المخدرات. يعني بالأساس إن لو عدنا قليلا، هل استطعتم الوصول إلى معلومات أقدم من موضوع ليبيا؟ نعم. وذهابه وهروبه؟ هو من يعني عائلة تحمل الجنسيتين السورية والليبية، هو من مواليد تل رفعت في سوريا، بقية يعني بعض أفراد عائلته الآخرين مواليد ليبيا، وهذا ما جعله يعني شخص مثالي للتعامل مع ليبيا. طبعا عندما نتحدث عن ليبيا هنا نذكر شرق ليبيا، يعني مناطق سيطرة حكومة حفتر. يعمل في مجال النقل، مجال الشحن البحري من خلال شركة الطير كذلك، ولكن يعني من الواضح أن هذه البدايات المتواضعة أدت إلى يعني سمحت له بالتحول إلى يعني ملياردير من أحد أثرياء الحرب الأخيرين. ويوجد في مجموعة الدج حاليا مطعم نسمة شام في سوريا، يوجد معمل الصناعات التحويلية، توجد فريبيرد للسفريات، يعمل بشكل يعني غير مباشر، يبدو وكأنه يدير يعني حتى اير ميديترينيان، الخطوط الجوية اليونانية، بشكل غير مباشر بسبب هذه النشاطات. نعم، كنت أريد بس التعقيب. الملفت أنه اليوم يقوم بكل تلك الأعمال ولم نسمع باسمه، يعني دائما هناك أسماء لامعة وتظهر في مناطق النظام، وهي تجار حروب وتدعم النظام، ويعني فرض عليها عقوبات، لكن هذا الاسم لم تكن الأضواء عليه إن صح التعبير. لا ندري إن كان بعد هذا التحقيق سيكون هناك يعني أي تحرك من قبل الاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات عليه. يعني استطاع الحفاظ ربما على سرية أعماله حتى اليوم، حتى تقريركم. نعم، يعني هو قام بإغلاق صفحته على فيسبوك بعد يعني أن قام بالتبرع بشكل مجاني بكل هذه المعلومات. هو الذي ذكر بأنه الوكيل الحصري لليبيا، هو الذي ذكر بأنه يدير شركة فريبيرد، يعني هو تطوع بنشر الكثير من المعلومات التي اعتمدنا عليها. لكن يعني بالإجابة عن سؤالك، بالفعل هو لم يكن من الأشخاص المعروفين، ولكن برأيي هذا يعكس يعني ما يحصل حاليا في مناطق سيطرة النظام بشكل عام. لم تعد يعني تلك الطبقة النشطة اقتصاديا في مجالات الصناعة أو التجارة، لم تعد تلك الطبقات التقليدية موجودة، الطبقات التي يعرف أنها تعمل في مجال معين أبا عن جد. ما يحصل حاليا وبالذات يعني منذ فترة الضائقة الاقتصادية الشديدة التي مر بها النظام ابتداء منذ عام يعني 2019، نشاهد ظاهرات يعني ظواهر من هذا النوع، رجال أعمال يتحولون إلى يعني فاعلين أقوياء في المجال الاقتصادي لفترات قصيرة، يتحولون يعني إلى أثرياء، يقوم النظام بالتغول عليهم لاحقا وإجبارهم على يعني التبرع بأموالهم للنظام، ومن ثم تخلق طبقة جديدة تستبدلهم. وبالتالي إذن من ضمن دائرة النظام التي يتعاطى بها، أو الدائرة الاقتصادية التي تتبدل وتتغير بين الفترة والأخرى. طب انعكاس هذا الموضوع على النظام اقتصاديا، انعكاس وجود هذه الشخصيات، أو إن صح التعبير دعنا نتحدث بشكل تخصصي عن ما له علاقة بمجال الدج، بشركات الدج، وأيضا مجال الطيران، أن يكون هناك اليوم حركة طيران جديدة، ملاحة جديدة بالنسبة للطيران، خاصة أننا لاحظنا أن هناك الكثير من الدول اليوم التي فتحت المجال الجوي لسوريا. يعني هنا التحدي الأكبر، يعني وهذا ما يعني فكرنا به مطولا قبل نشر البحث، هل يجب علينا كشف عمليات من هذا النوع؟ بالنهاية شركة الخطوط هذه هي خطوط مدنية يسافر عليها بالفعل
يعني مدنيين يعيشون ظروف صعبة للغاية في مناطق سيطرة النظام، هي خطوط جوية رخيصة، ولكن يعني بالمقابل وجود شخص من هذا النوع كمالك لشركة طيران يعرض الركاب أيضا للخطر، يعرضهم للخطر في سوريا وكذلك للخطر في دول يعني أوروبية. أوروبية. موضوع خطوط الطيران بشكل عام هو أحد يعني القطاعات التي يسعى النظام مؤخرا إلى تنشيطها أو إعادة إحيائها. يتم ذلك أيضا من خلال يعني شركات أخرى، على سبيل المثال شركة إيلوما التي يعني يملكها علي نجيب إبراهيم، أحد إيرانية. واجهات القصر الجمهوري والمرتبطين بإيران كذلك. إذا نحن اليوم أمام تحدي جديد سنشاهد تبعاته بالفترة اللاحقة. أريد أن أعود معك أيضا إلى نقطة تتعلق بالدول الغربية. قلت أن ربما الغرب لا يتعامل بهذه الجدية مع مثل تلك الملفات أو مع الملف السوري بشكل عام، لكن أن يكون هناك تسهيل لطيران دون الوصول إلى يعني أو دون التحقق لخلفية هذه شركات الطيران، إذا نحن قد نكون أمام ليس فقط مشكلة الدج والمشكلة اليوم السورية، وإنما قد يكون هناك الكثير من رحلات الطيران المرتبطة برجال أعمال قد يكونوا متورطين بجرائم حرب أو بمخدرات وغيرها من الملفات الشائكة، قد تكون اليوم هي تتجول في السماء الأوروبية دون معرفة أحد. هل تحتاج الدول الأوروبية للمراكز التي تعمل بها أنت وغيرك من الباحثين ليقوموا بكشف هذه التحقيقات؟ هل هي وظيفتهم أم يجب على الدول الأوروبية أن يكون لها جهاز خاص لمثل تلك المعلومات، وخاصة من دول الحروب كسوريا كالعراق كغيرها كثير من الدول؟ يعني للإجابة عن سؤالك، يعني نستطيع تقسيم السؤال إلى شقين. الشق الأول الشركات السورية التي تعمل في مجال الطيران. الشركات الأهم عمليا هي شركة أجنحة الشام، الخطوط الجوية السورية، وAir Mediterranean، طيران المتوسط الذي قمنا بالحديث عنه هنا. الشركتين يعني الأخريتين يعني تم الحديث عنهما مسبقا. الخطوط الجوية السورية يعني نشاطها يكاد معدوم مؤخرا بسبب عدم مقدرتهم على صيانة الطيارات. بشكل عام يعني قطاع الطيران السوري الذي يعمل في سوريا وينطلق إلى دول أخرى هو قطاع صغير. ولكن بخصوص الشق الثاني من سؤالك، الدول الأوروبية بكل تأكيد يعني التحقق من ملكية هذه الخطوط الجوية التي تهبط في مطاراتها هو مسؤوليتها، ولكن هي بالمقابل لا تملك من الموارد ما يكفي لتعقب كل أنشطة الجريمة الممكنة حول العالم. يعني ما يحدث في سوريا أنا متأكد أنه يحدث كذلك بأنماط يعني مختلفة من الجريمة في دول أخرى مثل العراق أو مثل اليمن أو مثل أفغانستان. هنا يأتي دور السوريين. برأيي المهمة هي مهمتنا نحن كسوريين لكشف هذه الشركات بالدرجة الأولى للصالح السوري العام، وبالدرجة الثانية يعني منع الآثار السلبية من النشاطات الإجرامية لهذه الشبكات من يعني التسبب بضرر دول أخرى. من الآثار السلبية التي ذكرتموها دكتور كرم هو يعني قمتم بتحذير هذه الدول مع التوصيات التي قمتم بها بأن قد يكون حركة الملاحة الجوية هذه قد تزيد من وصول الكبتاغون إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهذه النقطة أريد أيضا أن تتكلم عنها لنفهم أكثر ما هي العلاقة وكيف يمكن فعلا الربط بين الملفين، خاصة أن الدول الأوروبية تحدثت عن وصول شحنات كبتاغون من سوريا سواء عن طريق البحر أو عن طريق الجو. بالفعل يعني تم يعني قام الاتحاد الأوروبي بضبط العديد من شحنات الكبتاغون، أحدها كانت مرتبطة بمحمود عبد الإله الدج ذاته. يعني الشحنات التي ضبطت في ليبيا كانت في طريقها إلى اليونان. هل يعني وجود شركة طيران تنطلق من دمشق ويسيطر عليها فرد مرتبط بالنظام
هل يشكل خطر على الدول الأوروبية بإرسال المزيد من شحنات الكابتاغون؟ نحن اعتقدنا بأن يعني بأنه من المنطقي أن يتم التفكير بهذا كأحد المخاطر، ولكن يعني بالمقابل هذه الطيارات عمليا عندما تصل إلى دول الوجهة يتم تفتيشها، ولكن هذا أيضا ينطبق على تفتيش الشاحنات، يعني ينطبق على تفتيش السفن كذلك. ملكية وسائط النقل هذه من أطراف لها تاريخ إجرامي أو تاريخ عمل بالمخدرات يزيد من خطر استخدامها كوسائط لنقل المخدرات. ويعني أختم معك أيضا بهذه النقطة ونتكلم فيها هنا عن أثر هذا التحقيق لمن سيقدم، وكون هناك أيضا وسائل إعلام غربية تغطي هذه الدراسة، هل سنشهد أو تتوقعون أن يكون له أثر بالنسبة للدول الغربية؟ نتوقع يعني أن يكون هناك أثر لهذا التقرير، ليس يعني فقط بسبب النتائج التي أظهرها، وإنما بسبب وجود برنامج دراسة العقوبات الذي يعني كان هذا التقرير هو أول منشوراته. هذا البرنامج يسعى إلى التعامل مع الدول الغربية التي تفرض العقوبات على سوريا، يسعى إلى تنويرها بما يجري في سوريا بخصوص شبكات الجريمة، وكذلك أيضا العمل معها لتخفيض الآثار الجانبية للعقوبات والآثار السلبية التي يعني تسببها للمدنيين في مختلف مناطق السيطرة السورية. أشكرك جزيل الشكر دكتور كرم شعار، وأشكر هذا الجهد من كل القائمين عليه، مدير البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. شكر موصول لكل من كان معنا بهذه الحلقة. الأسبوع القادم حلقة جديدة، إلى اللقاء.